بسم الله الرحمن الرحيم استشهد امامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم في السنه الرابعه والخمسين بعد المئتين من الهجرة. لقد هيأ كل شيء لولادة قائم آل محمد. هيأ الأجواء الشيعية. وهيأ المقدمات في جو العائله والاسره رتب كل شيء وبعد شهادته صلوات الله عليه بسنه ولد القائم مثلما خطط وهيا واعد لذلك امامنا النقي التقي ابو الحسن الهادي صلوات وسلام على امامنا الهادي وسلام يتواصل ويترى على قائم ال محمد بقيه الله الاعظم ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقه الثالثه والعشرون بعد الثلاثمائه إنها, إنها مقبرة, مقبرة العقول وحيث تعبد, تعبد العجول، وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول، لا صوت يعلو لا صوت يعلو, لا صوت يعلو فوق, فوق صوت, صوت المقبرة. لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة مقبرة مقبرة, مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر إنه لمام من سفاهات النواصب وقذاره قطب واشباهه وبعض الثرثره هذا هو دينه انه نمام من سفاهات النواصب وقذاره قطب واشباهه وبعض الثرثره لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبره إنها, إنها مقبرة العقول وحيث, وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن, إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها, فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود هكذا عبدناه مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيهاً عن حمار عن جول رواية عالية الإسناد هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولاً بعدها تأتي عجول وورثناها سفيها عن حمار عن جهول ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول واستمت بكل ما اوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول واستمهتُ بكل ما أوت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول قد أبعدونا قد أبعدونا عن ضيعونا ضيعونا وضاعوا ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا, ضيعونا 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 وضاعوا لا عقل ولا راي حصيف يا حمير الارض انا نشكو الى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف صدقوني صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة ونهيقهم هذا فاسمعوه لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة مقبرة مقبرة, مقبرة إنها مقبرة العقول الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى هذه اللحظة الفاتحة الزياره الجامعه الكبيره واتون التحريف تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين وهذه حلقه ثالثه هذا هو الجزء الثالث من العنوان الذي ذكرته لكم قبل قليل الزياره الجامعه الكبيره واتون التحريف في الحلقه الاولى من حلقات هذا العنوان حدثتكم عن الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها وعرضت لكم من المعطيات ما يشير إلى أنها قد تعرضت لتحريف كبير وفي الوقت نفسه عرضت لكم ما تبناه المحدث النوري من ان الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الصدوق في الحلقه الثانيه في الجزء الثاني من اجزاء هذا العنوان اي في الحلقه الماضيه عرضت بين ايديكم من المعطيات الواضحه والواضحه جدا التي على اساسها فانني لا اتفق مع المحدث النوري فيما تبناه من ان الصدوق هو الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره الذي اعتقده ان طوسي هو الذي حرف نص الزيارة الجامعة الكبيرة. عرضت لكم في الحلقة الماضية ما سمح به الوقت وإلا فإن الضلال والهراء والجهل والجهالة في كتب الطوسي لا استطيع ان اغطي كل ذلك لا في حلقه ولا في حلقتين ولا في عشر حلقات احتاج الى عدد كبير من الحلقات كي اغطي ضلاله وجهله وجهالته في كتبه الكثيره على اي حال عرضت ما عرضت لكم من النماذج الواضحه والواضحه جدا في الحلقه الماضيه ولا اريد ان اكرر ما تقدم ذكره انما استعرض لكم جانبا من التاريخ يرتبط بموضوعنا قطعا بنحو موجز وبنحو مختصر لأن عرض المطالب التاريخيه بكل تفاصيلها يحتاج الى سلسله حلقات لكنني سأوجز واجمل بقدر ما استطيع الحكايه تبدا منذ ايام المامون العباسي المامون العباسي اراد بمخططه ان يجعل الامام الرضا صلوات الله عليه وليا لعهده أراد أن يشوه سمعة الأئمة صلوات الله عليهم ومن أنهم طلاب دنيا مخطط خبيث لكن إمامنا الرضا قلبه عليه حتى صار الامر وهبالا على المامون ادى به ان قتل الامام الرضا وقتل العديد من خواصه من خواصه في حكومته كان خائفا منهم وبعد ذلك خرج فارا من خراسان اتجه الى بغداد وجعل عاصمته بغداد لان ما قام به في خراسان من برنامج مفصل أراد منه أن يشوه سمعة الإمام الرضا ومن أنه طالب دنيا وحشد له أهل العلم وأهل الثقافة والإعلام في زمانه علهم يستطيعون أن يحرجوا الإمام الرضا علهم يستطيعون ان يصطادوا نقطه ضعف عليه الا ان الامور انقلبت بشكل اخر انا لا اريد ان احدثكم عن تاريخ تلك المرحله كان الذي كان خطط المامون العباسي ألا لعنة عليه الوائل يمدحه في أشعاره في ديوانه ويمدحه في مجالسه على المنبر من أن المأمون روعة روعة هذا هو الناطق الرسمي باسم حوزه النجف الناطق العقائدي باسم مرجعيه السيستاني على اي حال نحن لا نتوقع غير ذلك من هؤلاء المامون بعد ان خطط ما خطط وفشلت مخططاته واستشهد امامنا الرضا صلوات الله عليه وانتقل المامون الى بغداد وتمسك بالامام الجواد وانا لا اريد ان اتحدث عن تاريخ الامام الرضا وعن تاريخ الامام الجواد هنا المامون لما انتقل الى بغداد كان مصابا بجنون بجنون من معارف محمد وال محمد المامون كان ذكيا المامون كان داهيه اكثر خلفاء العباسيين دهاء الدوانيق والمامون يشبهان في الدهاء بمعاويه وبعبد الملك بن مروان مثلما في الامويين هناك معاويه وهناك عبد الملك بن مروان في العباسيين هناك الدوانيقي الذي يعرف بالمنصور وهناك المامون العباسي والمأمون العباسي أكثر دهاء وأكثر شيطنة حينما فشلت مخططاته مع الإمام الرضا صلوات الله عليه وانتقل إلى بغداد أخذ يخطط بطريقة ذكية جدا المأمون كان ملما بثقافه عصره مع نباهه ودهاء وذكاء لم يكن غبيا لم يكن جاهلا كان مثقفا بعدما اطلع على جانب يسير من معارف اهل البيت صلوات الله عليهم في المجالس التي كانت تعقد في قصره والامام الرضا نجمها نجمها الساطع اصابه الذعر من هذه الثقافه العميقه ومن هذا البيان الساحر فجاء إلى بغداد فارا من كل ذلك وفارا من عواقب جريمته التي ارتكبها في خراسان جاء بمخطط جديد بعد مشاورات مع ثعالب السياسه وثعالب الدين في الاجواء العباسيه الشيطانيه وصلوا الى هذه النتيجه من اننا لا نستطيع مواجهه فكر محمد وال محمد الا أن نشغل الناس بشيء جديد فأسس دار الحكمة مؤسسة ثقافية تعليمية وهي في الوقت نفسه للنشر والترجمة وجاء بكتب الفلسفة من مختلف البلدان واصر على نشر الفلسفه الاغريقيه لماذا كي ينشغل الناس بها وكي تتولد مجموعات تعشق الجدل والنقاش والبحث في الامور العقليه كي يبعد الناس عن حديث العتره الطاهره وعن ثقافه محمد وال محمد ونجح في ذلك الى حد بعيد اغبياء مراجع النجف وكربلاء يسمون مدارسهم بدار الحكمه يا اغبياء النجف يا فلان كربلاء يا ايها العمالقه من مخراه الطوسي دار الحكمه عنوان لحرب محمد وال محمد يا ايها الاخبياء مؤسسه اسسها المامون في بغداد لحرب محمد وال محمد وانتم تؤسسون مدارسكم في حوزه الطوسي في النجف وغير النجف تحت هذا العنوان هل تريدون حرب محمد وال محمد بشكل علني؟ أم أنكم تعشقون الثقافة العباسية يا أيها الثولان يا أيها الحمير على أي حال المأمون العباسي أسس دار الحكمة لجلب كتب الفلسفه وسائر الثقافات الاغريقيه والهنديه وغير ذلك كي ينشغل الناس بها وكي تنشغل العقول بها بعيدا عن الثقافه الرضويه التي بدات تنتشر على السنه الناس بعد تلك المجالس والندوات والمعاهد التي قام بها المأمون نفسه فانقلبت وبالا عليه من هنا فان المأمون قتل الامام الرضا ووضع الامام الجواد تحت نظره وزوجه ابنته وجعله قريبا منه كي لا يستطيع الامام ان يتوصل بحريته مع انصاره وشيعته ونقل الخلافه الى بغداد واسس دار الحكمه وأغدق الأموال على الذين يجلبون الكتب من الثقافات الأجنبية وبدأ بالترجمة ونشر الفلسفة على شكل واسع وماذا فعل أيضا وشجع المعتزلة أعطاهم مجالا واسعا الفكر المعتزلي فكر عقلي وعقلاني في الوقت نفسه قطعا هناك فارق بين العقليه والعقلانيه العقليه منهج فكري محض اما العقلانيه انها مواءمه بين فكر العقل وحاجات الواقع العملي بالضبط كما يقال في عالم السياسه المنهج البراغماتي المنهج البراغماتي هو مصداق للمنهج العقلاني انها المواءمه بين ما ينتجه العقل وبين ما يفرضه الواقع لدفع المضار الى اقصى حد والتخلص منها ولجلب المنافع الحديث عن المضار الشخصيه وعن المنافع الشخصيه لدفع المضار الى اقصى حد وجلب المنافع في اعلى حد هذا هو المنهج البراغماتي الذي يحكم العالم الان انه منهج السياسه الغربيه وهو نفسه الذي يحكم به كل الساسه في العالم على اي حال المامون شجع على انتشار الفكر الاعتزالي وفي الحقيقه انا بحاجه ان اوضح لكم الفكره الاعتزاليه لماذا؟ لأن الشيعة الذين يقولون عن انفسهم انهم شيعة ما هم بشيعة، هم معتزلة. لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك. أتمنى أن أجد وقتا مناسبا في قادم الأيام كي أحدثكم عن المعتزلة وتأريخهم وفكرهم بالتفصيل. صار الواقع العباسي واقعا معتزليا. واخذ الفكر الاعتزالي بالانتشار. وانتشرت الفلسفه الاغريقيه بشكل واضح. اذا اردنا ان نبحث عن تاريخ انتشار الفلسفه الاغريقيه فانه بدا من عصر المامون وشيئا فشيئا تدرج وصار معلما واضحا من معالم العصر العباسي كل هذا خطط له المامون لاجل ان يحاصر فكر محمد وال محمد الذي فتح المامون بواباته بنفسه حينما جلب الامام الرضا الى خراسان واعطى الحريه للشيعه ان يتكلموا فانطلقت قم انطلقت قم وانطلق رجالها في بلاد فارس ينشرون الفكر وانطلق ادباء الشيعه باشعارهم واخذ الناس يتغنون بقصائد دعبل الخزاعي من الشيعه وغير الشيعه لقد هيأ المامون ارضيه لانتشار الفكر الشيعي والادب الشيعي لقد انتقلت ايران الى جو يختلف عن الجو السابق وبدا القميون يجدون مجالا لنشر حديث وفكر محمد وال محمد المده ما هي بطويله لكن المامون احس بالخطر قتلوا الامام الرضا وحاصروا الشيعه من جديد وانكفا القميون في عش ال محمد مره اخرى وبدا الضغط العباسي على قم الحكايه مفصله وما وجود المرقد الطاهر لفاطمه المعصومه الا علامه على ما فعله العباسيون بالهاشميين انها المعركه التي دارت في جوار قم حيث قتل العباسيون كل الذين كانوا بصحبه السيده المعصومه انها مذبحه مذبحه انها مجزره وانكفأت السيده المعصومه فعادت الى قم حكايه مفصله لست بصدد الورود فيها هذا هو الذي خطط له المأمون ونجح المأمون في مخططاته في بغداد فدار الحكمه عنوان الى يومنا هذا للمدارس الدينيه في النجف التي يؤسسها مراجع النجف بانفسهم وهم الذين يختارون العنوان لها كبار مراجع الشيعة من أمثال محسن الحكيم والذين جاءوا من بعده هم الذين وضعوا هذا العنوان على المدارس الدينية في حوزة الطوسي لعنة على حوزة الطوسي وكأنهم يعيدون أمجاد تلك المؤسسة التي حاربت فكره اهل البيت على اي حال هذا موضوع متشعب متشعب ومتشعب جدا بقي الحال يتسع الى زمان المتوكل العباسي المتوكل العباسي قتل سنة 247 للهجرة وهو ممن اذوا إمامنا الهادي أذى شديدا ألا لعنة عليه أتعلمون أن ابن عربي الصوفي أتحدث عن محي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية يعد المتوكل من الأئمة المعصومين أتعلمون بهذا أو لا هنيئا هنيئا لعرفاء الشيعة الذين ياخذون دينهم من ابن عربي صدقوني لو رجعتم الى برامجي التي تحدثت فيها عن محيي الدين ابن عربي ستجدون انني اتي بكتابه الفتوحات المكيه واقرا قبائحه وافكار نصبه وعقائد ضلاله من هذا الكتاب وهو قران عند عرفاء الشيعه يعد المتوكل من الائمه المعصومين من الائمه المرضيين وهو اشهر خليفه بين الناس بالابنه كان مابونا كان مابونا عبيده كانوا يلوطون فيه والى هذا اشار دعبل الخزاعي في قصائده التي ذم فيها المتوكل العباسي انا لا اريد ان اتحدث عن كل هذه التفاصيل لان المطالب هذه تحتاج الى وقت لا اجده ولا امتلكه في هذه الحلقه هناك الكثير من المطالب اريد ان اتحدث عنها في زمن المتوكل العباسي تغير الحال في الأجواء العباسية، لماذا؟ هناك من أثر على المتوكل العباسي والذي كان جاهلاً لم يكن على علم وعلى ثقافة مثل ما كان المأمون العباسي كان جاهلاً حقيراً مأبوناً خِمّيراً سافلا منحطا الى ابعد الحدود ومن هنا صار اماما معصوما عند العرفاء عند ابن عربي هناك من اثر عليه فجعل المتوكل العباسيه يقرب السلفيين قرب السلفيين وأبعد المعتزلة فصار الشارع العباسي الذي ينتمي إلى الحكومة العباسية صار شارعا سلفيا وهيمن السلفيون النواصب على مفاصل الدوله العباسيه بالضبط اذا قراتم التاريخ ستجدون تشابها كبيرا بين سلطه الوهابيين في السعوديه وكيف ان الحكم قبل محمد بن سلمان كان ما بين ال سعود وآل الشيخ الذين هم آل محمد بن عبد الوهاب السلفي الناصبي، الأمور بدأت تتغير في زمان محمد بن سلمان، حدث تغيير واضح على أي حال في زمن المتوكل العباسي هيمن السلفيون على الشارع وهيمنوا على مفاصل الحكم والدوله فظلموا الناس كثيرا حينما كان المعتزليون هم الذين يسيطرون على الشارع المعتزليون يؤمنون بالحريه، بحريه التفكير وبحريه التعبير وهذا هو الذي فعله المأمون حين نشر الفلسفه وأعطى زمام الأمور للمعتزلة في الشارع العباسي لما هيمن السلفيون تغيرت الأوضاع وذهب المعتزلة إلى الزوايا بعيدا عن الشارع الواسع العريض هناك من الناس من رضي بهيمنه السلفيين وهناك من الناس من كان رافضا وكان معارضا لكنه لا يستطيع ان يتكلم ومشت الامور مشت الامور على هذا الحال ما هي النتيجه التي وصلت اليها الدوله العباسيه بعد ان سيطر السلفيون عليها تمزقت الدوله العباسيه العاصمه في بغداد والخليفه موجود في بغداد وفساده قائم لا اتحدث عن خليفة واحد وإنما كثر الخلفاء الى زمان الخليفة المستكفي بالله في زمان الخليفة المستكفي بالله وجد نفسه لا يستطيع ان يحكم حتى في قصره الذي يعيش فيه فماذا يفعل؟ البلاد تقسمت صحيح يقولون من ان الامصار خاضعه للخليفه في بغداد لكن لا حقيقه لذلك ليس للخليفه الا ان يذكر اسمه في خطبه صلاه الجمعه فقط ليس له من سلطه ليس له من ولايه ولا من حكومه وجد الخليفه نفسه ليس قادرا ان يحكم قصره في بغداد فما الذي فعله اخذ يجري اتصالات سريه مع البويهيين وحكايه البويهيين حكايه طويله انا لست بصدد برنامج تاريخي اريد ان اصل معكم الى الطوسي لكنكم لن تعرفوا الحقيقه ما لم تعرفوا المقدمات الخلاصة المستكفي بالله العباسي أخذ يتواصل مع البويهيين واتفق معه أن يأتوا إلى بغداد وأن يسيطروا على النظام الأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي في الدولة العباسية وفعلا وصلت طلائعهم سنة 334 للهجرة 334 335 وصلت طلائعهم إلى بغداد وسيطروا سيطروا على بغداد وسيطروا على العراق وسيطروا على أطراف الدولة العباسية البويهيون شيعه ليسوا متدينين لكنهم شيعه انهم سياسيون انهم عسكريون سياسيون من الطراز الاول وعسكريون من الطراز الاول منهجهم منهج براغماتي شيعه في الحقيقه تاثروا كثيرا بفكر المعتزله وتاثروا ايضا بالثقافه الاسماعيليه الى حد بعيد هذه المطالب بحاجه الى بحث والى تفصيل في القول وانا لست بصدد الحديث عن البويهيين هناك من قال عنهم من انهم معتزله هم ليسوا معتزله الشيعه بشكل عام تاثروا بالفكر الاعتزالي الشيعه في زماننا هذا معتزله اصولهم الاجتماعيه شيعه لكن فكر حوزه النجف فكر اعتزالي وبامتياز لانه امتداد لفكر الطوسي المعتزلي والفكر المرتضى الشريف المرتضى المعتزلي ايضا البويهيون تاثروا بالفكر المعتزلي وتاثروا كذلك بالاساليب والافكار الاسماعيليه والتي تركت اثرا كبيرا في ايران بعد ان تاسست الدوله الاسماعيليه في ارض قزوين انها دوله الحسن بن صباح وحكايتها طويله معقده على اي حال قدم البويهيون الى العراق وسيطروا على الاوضاع في الدوله العباسيه لم يفرضوا مذهبهم الشيعي بشكل مباشر سياسيون اذكياء تدرجوا شيئا فشيئا منحوا الحريه للجميع اكرموا الجميع من الشيعه والسنه لكنهم في الخفاء فسحوا مجالا واسعا للشيعه على اي حال انا لا اريد ان احدثكم عن تلك الفتره الزمانيه لان الكلام سيطول لكنني الفت انظاركم من انهم دخلوا بغداد دخلت طلائعهم الاولى سنه ثلاثمئه او وثلاثين كما عليه الكثير من المؤرخين قد يختلفون في التاريخ في سنه او سنتين. اكثر المؤرخين يقولون من ان طلائعهم الاولى وصلت الى بغداد سنه 334 للهجره. متى بدات الغيبه الكبرى؟ الغيبه الكبرى بدات في النصف من شعبان سنه 329 للهجره. يعني في بدايات الغيبه الكبرى وصل البويهيون الى بغداد في النصف من شعبان سنه 329 للهجره بدات الغيبه الكبرى وانطوت صحائف الغيبه الاولى الغيبه الصغرى البويهيون وصلوا الى بغداد سنه 334 للهجره، سنوات قليله بعد بدايه الغيبه الكبرى. انا لست بصدد تاريخ الفتره البويهيه، انا اريد ان اصل معكم الى الطوسي. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن ام ولد له وهي حية مخافة ان تدل عليه بعد ان هيمن البويهيون على السلطه العباسيه تعاملوا بذكاء مع العباسيين وتعانق دهاء العباسيين مع دهاء البويهيين اول شيء فعله البويهيون ان اظهروا انفسهم من انهم لا يناصرون مذهبا من المذاهب بعينه مع انهم شيعه الجميع يعرف ذلك لكنهم مثلما قلت لكم لم يكونوا متدينين بمعنى الالتزام الديني كانوا شيعه الا انهم يتصرفون بمنطق السياسه ومنطق العسكره ومنطق الحكومه الناس ارتاحت لهم لماذا فسحوا المجال للتجاره بشكل واسع وامنوا السبل والطرق لذلك لم يضيقوا على الناس في حريتهم الجميع كانوا يمارسون نشاطاتهم وعباداتهم صحيح هم في الخفاء كانوا يدعمون الشيعه دعما قويا جدا وأول مره في التاريخ يؤذن في المساجد بشكل واضح وعلني وبمسمع من الجميع بالشهاده الثالثه في الحرم الكاظمي في زمان البويهيين بشكل علني يؤذن بالشهاده الثالثه وبحي على خير العمل وبمحمد وال محمد خير البريه هذه المضامين يؤذن بها بشكل علني في الكاظميه في حرم موسى بن جعفر في حرم جواد الائمه صلوات الله عليهم الحكايه لها تفاصيل كثيره كما قلت لكم قبل قليل اقترن الدهاء العباسي مع الدهاء البويهي. العباسيون اتفقوا مع البويهيين على نشر الثقافه الاعتزاليه. رجع الشارع العباسي شارعا معتزليا. بدا الخطاب المعتزلي ينتشر في اصقاع الدوله العباسيه رجعنا الى الفتره التي سبقت المتوكل العباسي الى ما خطط له المامون العباسي بدات الفلسفه تنتشر من جديد وبدا النقاش العقلي المعتزلي يهيمن على المساجد وفي الساحات العامه وبرزت شخصيات كثيره في الجو الاعتزالي وفي الجو الشيعي وكانت قريبه من الفكر الاعتزالي نشات مؤسسات علميه واضحه في الدوله العباسيه بتاييد من البويهيين تغيرت الاوضاع شيئا فشيئا وكان البويهيون يظهرون ولاءهم للعباسيين السلفيون ابتعدوا عن الشارع العريض. رجعوا الى زواياهم وتكاياهم لكنهم بين فتره واخرى يثيرون فتنه طائفيه سلفيه في بغداد وغير بغداد. وكان البويهيون يتعاملون معها بحسب الظاهر بطريقة الحكومة بطريقة القانون لا بطريقة المذهب ولذا في سنة ثلاثمئة وثلاثة وتسعين أخرجوا الشيخ المفيد الذي كان مرجعا للشيعة اخرجوه من بغداد ونفوه خارج بغداد بسبب فتنه طائفيه حدثت الفتنه التي تثار في بغداد في الاعم الاغلب كان الحنابله هم الذين يثيرونها الحنابله هم اسلاف الوهابيين الوهابيون في الحقيقه هم حنابله اذا اردنا ان نرجع الوهابيه الى اصلها فان الوهابيه حنبليه بامتياز الوهابيون حنابله هذا هو اصله الذين كانوا يثيرون الفتنه في بغداد في اغلب الاحيان الحنابله تاره يثيرونها مع الشوافع والذين كانوا يتواجدون بكثرة في بغداد وأخرى مع المعتزلة وأخرى مع الشيعة في خضم الفتنة التي حدثت سنة 393 البويهيون اخرجوا المفيد من بغداد هل كان ذلك باتفاق معه في الخفاء لتهدئه الاوضاع في بغداد كي لا تنقلب على الشيعه ام ان الامر كان فعلا كان اخراجا للمفيد قسرا من بغداد واخرجوه مره اخرى سنة 398 للهجرة وفي بعض كتب التأريخ تقول من أنهم سجنوه سجنوه في المرة الأولى وفي المرة الثانية لكنني لست مقتنعا بذلك من خلال البحث في كتب التأريخ والنفش فيها أنهم أخرجوه خارج بغداد والمفيد اساسا لم يكن بغداديا المفيد اذا اردنا ان نبحث عن اصوله فانه قد جاء من المناطق التي تقع شمال بغداد لا اريد ان اخوض في هذه القضيه الان فاصوله تعود الى مناطق شمال بغداد بعد ذلك سكن في بغداد البويهيون اخرجوا المفيد من بغداد وهو مرجع الشيعه انذاك سنه 393 في فتنه تلك السنه وأخرجوه ايضا سنه 398 للهجره في فتنه تلك السنه التي اثيرت في بغداد في منطقه الكرخ، منطقه الكرخ كانت شيعيه كزماننا اليوم، كثير من الشيعه في بغداد يقطنون في الكرخ في زماننا، والمفيد كان قاطنا في الكرخ، لم يكن قاطنا في الرصافه لانها منطقه العباسيين، كانت منطقه الاثرياء ومنطقه الحكام والقاده والخلفاء الذي اردت ان اشير اليه من ان البويهيين كانوا يتصرفون بدهاء وذكاء ربما اتفقوا مع المفيد في المرتين وربما وجدوا المصلحه في ان يخرجوا المفيد قسرا من بغداد انا استبعد اخراجه قسرا وهذا الاستبعاد ليس اعتباطيا وانما اعتمادا على بعض القرائن على اي حال انا لست بصدد الخوض في كل هذه المطالب الجزئيه الصغيره إلى أن وصلنا إلى سنة أربعمية وثمانية الشيخ المفيد لا زال حيا ولا زال مرجعا للشيعة في بغداد فآخر مرة أخرج المفيد من بغداد أكان باتفاق معه أم لم يكن سنة ثلاثمية وثمانية الى ان وصلنا الى سنه اربعمئه وثمانيه لماذا اخترت هذا التاريخ انها السنه التي ورد فيها الطوسي من خراسان الى بغداد فطوسي دخل بغداد سنه اربعمئه وثمانيه للهجره نذهب الى فاصل عن, عن امامنا الرضا عن رضا صلوات, صلوات الله, الله وسلامه, وسلامه عليه الامام كالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار الامام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه والسماء الظليله والارض البسيطه والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي الى الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب وصلنا الى سنه اربعمئه وثمانيه للهجره حيث جاء محمد بن الحسن الطوسي من خراسان الى بغداد علينا ان نعود إلى تأريخه منذ ولادته وبشكل إجمالي الطوسي بحسب ما هو معروف ولادته سنة 385 للهجرة في طوس في خراسان وقدم إلى بغداد سنة 400 وثمانيه للهجره يعني كان في الثالثه والعشرين من عمره هذه المده الزمانيه من ولادته الى مجيئه الى بغداد سنه اربعمئه وثمانيه نحن لا نمتلك معلومات تفصيليه عنها نحن لا نعرف هل ان الطوسي عربي فهناك الكثير من العرب بل العديد من القبائل العربيه قطنت في خراسان نحن لا نعرف الطوسي هل هو عربي ام هو خراساني هل هو فارسي أم هو غير ذلك؟ ففي خراسان هناك الفرس وهناك غير الفرس ويقال لهم الخراسانيون. الخراسانيون الإيرانيون منهم فرس ومنهم غير فرس فنحن لا نملك معلومات عن الطوسي هذا. هل هو عربي هل هو خراساني فارسي ام هو خراساني ليس فارسيا قد يكون افغانيا لا ندري لا نعرف شيئا عن القوم الذين ينتمي اليهم لا نعرف تفاصيل عن اسرته ولا نعرف تفاصيل عن وقائع حياته ولا نعرف هل هو شيعي فعلا مثلما نعتقد نحن من انه شيعي ام انه شافعي من الاساس مثلما يعتقد الشوافع كبار علماء الشوافع اثبتوا في كتبهم من ان الطوسي هذا شافعي لكنه بعد ذلك تشيع وصار رئيسا للاماميه هكذا هم يقولون بعد ان التقى بالمفيد في بغداد نحن لا نعرف شيئا عن هذا انما من خلال قرائن كلامه نعتقد من انه شيعي من جهه الانتماء المجتمعي اما من جهه الانتماء العقائدي فهو شافعي قطعا معتزلي قطعا لان ثقافه الاعتزاليه هي التي كانت منتشره انذاك من خلال المعطيات المتوفره لدينا كل الاسماء التي ذكرت التي ذكرها الطوسي او ذكرها غير الطوسي من انه تتلمذ عندهم هناك مجموعة من الاسماء ذكرت في كتب التاريخ والسير في كتب الرجال من ان الطوسي تتلمذ عندهم لقد تتبعت هذه الاسماء في الكتب اينما ذكرت الاسماء التي ذكرها الطوسي نفسه والاسماء التي ذكرها غيره ما وجدت فيها شيعيا واحده الاعم الاغلب شوافع والبقيه احناف وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقه لا اريد ان اعيد الكلام لانني لا امتلك وقتا كافيا اذا اردتم الاطلاع على هذه الحقائق اما ان تعودوا الى الكتب والمصادر واما ان تعودوا الى برامجي التي اشتملت على هذه المطالب والتي ذكرت فيها اساتذه الطوسي الذين تعلم عندهم في هذه الفتره ما بين ولادته 385 وما بين مجيئه الى بغداد سنه 408 ليس عندنا من اسم واحد شيعي تعلم عنده الطوسي كل الاسماء اما شوافع او احناف ومن هنا قد يكون كلام الشوافع صحيحا من ان الرجل شافعي في الاصل شافعي مجتمعيا واسريا وشافعي عقائديا وعلميا وتعليميا. اليقين اليقين من ان الطوسي كان شافعيا في عقيدته، كان شافعيا في ثقافته، كان شافعيا في تعليمه هذا ثابت على الاقل بالنسبه لي، لكنني لا امتلك دليلا على انه لم يكن شيعيا من جهه الانتساب المجتمعي هناك بعض القرائن تشير الى انه كان شيعيا لانه يتحدث عن نفسه من انه حينما جاء الى بغداد كان يذهب الى المزارات والى المواضع الشيعيه وانا لا اريد ان اكذب الطوسيه في كل كلام يقوله سيكون حينئذ الحديث ليس منطقيا انني ابحث عن الحقيقه ليس عندي من مشكله مع طوسي ولقد حاولت كثيرا ان ابرئ الطوسيه هذا لسنين طوال لكنني ما وجدت حيله الى ذلك وما عثرت على سبيل يوصلني الى ان ابرئه مما اتهمه به في الحقيقه انا لا اتهمه انني اقطع بذلك حينما اقول اقطع بذلك لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه يصل إلى اليقين بدرجة مئة بالمئة إنما الكلام قطعا يكون دون ذلك لكننا هكذا نعبر نعبر من أننا نقطع بهذا الموضوع هذا كلام عرفي لا يمتلك أحد الحقيقة ولا أنا بعالم بالغيب إنما هي القرائن والشواهد والأدلة والمعطيات التي تتوفر لدينا على أي حال فالطوسي ما بين 385 إنها سنة ولادته إلى سنة 408 حينما قدم إلى بغداد ليس هناك من معطيات واضحه تحدثنا عن تفاصيل حياته وسيرته الاسماء التي توفرت لدينا اتحدث عن اسماء الذين تعلم عندهم انهم في الاعم الاغلب شوافع والبعض منهم احناف لا يوجد فيهم شيعي واحد على الاقل بحسب تتبعي وتحقيقي لما وصل الى بغداد ايضا ذهب الى الشوافع القرائن هكذا تقول والكتب تصرح بهذا ذهب الى الشوافع وهذا يؤكد المعلومات التي ذكرتها لكم من ان اغلب اساتذته من الشوافع فكان مشبعا بالثقافه الشافعيه وفي الوقت نفسه تعرف على المفيد سنه اربعمئه وثمانيه وحدثتكم كيف انه شرح الرساله العمليه للشيخ المفيد المقنعه وكيف حرفها مر هذا علينا في حلقه يوم امس قطعا التحريف لم يكن في زمن المفيد هذا التحريف كله في النجف حينما اسس حوزه النجف لانه لا يستطيع ان يحرف رساله المفيد زمن المفيد والرساله كانت معروفه ولم يكن الطوسي شخصية لها من القيمة والوزن الثقيل آنذاك كان تلميذا من تلامذة المفيد ليس إلا إلى أن توفي المفيد في أوائل شهر رمضان سنة 413 اذكركم فقط بما جاء في الرساله الاولى التي وصلت الى المفيد من رسائل الناحيه المقدسه التي بعث بها امام زماننا ووصلت الى المفيد سنه اربعمئه وعشره للهجره وخاطب فيها امام زماننا اكثر مراجع الشيعه أكثر علماء الشيعة الطوسي كان موجودا قطعا كان مقصودا بهذا الخطاب عاقبة أمره تشير إلى ذلك ماذا قال إمام زماننا في خطابه لأكثر مراجع الشيعة لأكثر علماء الشيعة لأكثر زعماء الشيعة لأكثر شخصيات الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة غطسوا في العيون الكدرة للشوافع والأحناف وللأشاعرة والمعتزلة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون توفي المفيد سنة 413 للهجرة وانتقلت المرجعية الشيعية الى علي بن الحسين بن موسى الذي يعرف بالشريف المرتضى الى السيد المرتضى كما نعرفه في اجوائنا الشيعيه وكذلك يعرف بالشريف المرتضى انتقلت المرجعيه الى الشريف المرتضى والتصق الطوسي بالمرتضى اكثر مما التصق بالمفيد والمرتضى هو الذي اوصله الى العباسيين فالمرتضى كان على صله وثيقه جدا بالعباسيين المفيد لم يكن كذلك المفيد كان على صله بالبويهيين ولكنهم مع ذلك ان كان بالاتفاق ام لم يكن بالاتفاق اخرجوه من بغداد مرتين اما المرتضى فان الحكومه العباسيه اغدقت عليه من الاموال ما جعلته عبدا عندهم لقد جعلوه نقيب الطالبيين ويعطونه الاموال الكثيره لاجل هذا المنصب وجعلوه قاضي القضاه ويعطونه الاموال الكثيره لاجل هذا المنصب وجعلوه امير الحاج ويعطونه الاموال الكثيره لاجل هذا المنصب وجعلوه متولي ديوان المظالم ويعطونه الاموال الكثيره لأجل هذا المنصب حتى امتلك ثمانين قرية ثمانين قرية بعمالها وفلاحيها وبساتينها وأراضيها الأراضي على ضفاف الفرات الأوسط كان المرتضى يمتلكها هذه أراضي المرتضى صار عبدا عند العباسيين وعرف الطوسي على العباسيين وارتبطت علاقه الطوسي بالعباسيين من خلال المرتضى الطوسي كان اقرب الاشخاص الى المرتضى ولذا كان يخصه براتب خاص له وبعنايه فائقه له وكلما توثقت رابطه المرتضى بالعباسيين توثقت رابطه الطوسي ما ان صار الطوسي مرجعا للشيعه قطعا بتخطيط من المرتضى وبتخطيط من العباسيين ايضا مثلما تخطط الحكومات لمراجع الشيعه في النجف ما ان صار مرجعا حتى اعطاه القائم بامر الله الخليفه العباسي اعطاه كرسي الكلام اعطاه الرئاسه العامه على علماء بغداد على علماء الشيعة والسنة. هذا الأمر لم يأتي جزافا ولم يأتي اعتباطا، هناك تخطيط، هناك برنامج. لاحظوا ذكاء العباسيين، أحدثكم. أحدثكم عن ذكاء العباسيين ودهائهم قلت لكم اختلط وتمازج دهاء العباسيين مع دهاء البويهيين فنحن لازلنا في الأجواء البويهية من دهاء العباسيين منذ زمن المأمون نشروا الفكر المعتزلي. لماذا نشروا الفكر المعتزلي؟ لأن العباسيين في الحقيقة ليسوا متدينين. فلا يريدون من أهل الدين من أي مذهب أن يطالبوا الحكومة أن تكون دينية، لأن العباسيين له لا دين عندهم. ليسوا متدينين. اصلا لو سالنا انفسنا ما هو مذهب العباسيين العباسيون لا نستطيع ان نصفهم بانهم شيعه ولا نستطيع ان نصفهم بانهم سنه ولا نستطيع ان نصفهم بانهم غلاه ولا نستطيع ان نصفهم بانهم خوارج ولا نستطيع ان نصفهم بانهم معتزله ولا نستطيع ان نصفهم باي مذهب من المذاهب ولا باي فرقه من الفرق انهم اناس سياسيون طلاب حكم يفعلون الذي يكون مناسبا لحكمهم بالضبط مثل ما يفعل اهل سعود في السعوديه اهل سعود لا نستطيع ان نصفهم بانهم متدينون لا علاقه لهم بالدين نعم اتفقوا مع ال الشيخ الذين جعلوا الدين وسيله لتحقيق اغراضهم قد يكون البعض من ال الشيخ متدينا بدين الشيخ بدين محمد بن عبد الوهاب لكن قطعا ليس كل ال الشيخ متدينين بدين جدهم محمد بن عبد الوهاب ال سعود لا علاقه لهم بالدين انما يوظفون الدين لاجل مصالحهم العباسيون كانوا هكذا لا نستطيع ان نصنفهم على دين معين على مذهب معين المأمون وجد ان ينشر الفكره الاعتزاليه لاجل ان لا يطالبه الناس بالرجوع الى محمد وال محمد ولاجل ان لا يطالبه الناس بحكومه دينيه وانتشر الفكر الاعتزالي وعاد اليه العباسيون في الزمان البويهي وهذا دهاء وذكاء من العباسيين كي يتخلصوا من السلفيين ومن دعاه التدين المذهبي وحينما ارادوا ان يتخلصوا من الطالبيين الذين يزاحمونهم في رغبه الناس ان تكون الخلافه لهم ايضا تخلصوا منهم ببرنامج شيطاني خبيث ان اسسوا نقابه العباسيين ونقابه الطالبيين وأسسوا النقابة للعباسيين من دون اهتمام بها كي يقنعوا الطالبيين من أن الحكومة العباسية تعامل الطالبيين كما تعامل العباسيين وفتحوا مراكز للنقابة العباسية في كل الولايات والمدن الكبيرة والامر كذلك فعلوه لنقابه الطالبيين لماذا فعلوا ذلك لانهم نقلوا الصراع الذي كان بين الطالبيين والعباسيين الى صراع بين الطالبيين انفسهم على النقابه التي هي مؤسسه تابعه للحكم العباسي فتخلصوا من الطالبيين فبدا الطالبيون يتنافسون فيما بينهم على هذا المنصب واغدقوا المال الكثير على هذا المنصب ما المراد من نقابه الطالبيين كانه حكم ذاتي للطالبيين فيما بينهم فنقابه الطالبيين هي التي تمنح وثيقه النسب للطالبي الذي يدعي انه طالبي عليه ان يراجع نقابه الطالبيين كي يمنحوه وثيقه الانتساب فاذا ما منح هذه الوثيقه فانه يستطيع ان يحصل الاموال من خلال الاوقاف التي اوقفت له الى غير ذلك مصالح الطالبيين مع الحكومه العباسيه لتسهيل الامر عليهم حتى لا يتكلموا بين الناس ضد الحكومه العباسيه جعلوا الامر الى نقابه الطالبيين فاذا كان من مشكله فانهم سيذمون النقابه ولا يذمون الحكومه العباسيه لان هذه المؤسسه هي المؤسسة المسؤولة عن تخليص مشاكل وحقوق الطالبيين مع الحكومة العباسية. كذلك إقامة الحدود لا يقيمون الحدود على الطالبيين كي يتخلصوا من هذه المشكلة كي لا يقول أحد من أن إقامة الحد على هذا الطالبي من قبل العباسيين لأجل امر سياسي لظلمهم للعداء فيما بينهم اوكلوا اقامه الحدود الى نقابه الطالبيين يعني نارهم تاكل حطبهم جعلوا المشاكل فيما بينهم بينما نقابه العباسيين ليس لها من تاثير هي موجوده فقط بالاسم ولذا اذا رجعتم الى كتب التاريخ تجدون أن النار تتأجج في أجواء نقابة الطالبيين أما نقابة العباسيين فهي باردة جدا بتعبيرنا الشعب العراقي احدهد عن الطنطل هم صنعوها لأجل أن يقولوا للطالبيين من أننا أيضا أسسنا نقابة للعباسيين وإلا فالعباسيون هم في الحكم لا يحتاجون الى هذه النقابه. الطالبيون يطالبون العباسيين بالحكم. فصنعوا لهم حكما ذاتيا فيما بينهم واشغلوهم فيما بينهم. ونشهب الصراع الشديد فيما بينهم. بداوا يتهارشون عليها كتهارش الكلاب على الجيف مثلما يتهارش مراجع النجف وكربلاء على المرجعية فتخلصوا من الطالبيين ومشاكلهم عودوا إلى التأريخ منذ أن تأسست نقابة الطالبيين فليس هناك من ثورة طالبية على العباسيين انتهت الثورات الطالبية عودوا إلى دراسة التأريخ وتفحصوا هذا الموضوع. كانت الثورات الطالبية بين سنة وأخرى تقوم في وجه العباسيين. تخلصوا منهم بهذا البرنامج. بدأوا يتصارعون فيما بينهم. نقابة الطالبيين يعني عمالة هم عملاء يشتغلون عند العباسيين. الآن يفتخر الهاشميون آل النقيب كان نقيبا للطالبين كان عميلا عند العباسيين كان عبدا من عبيد العباسيين هؤلاء هم نقباء الطالبين هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة من الآخر العلويون الان يتشرفون بان جدهم كان نقيبا للطالبين كان عميلا عند العباسيين عند قتله الائمه اذا لماذا نلوم الوائل حينما يمدح خلفاء بني العباس يمدح قتله الائمه ما هم العلويون أنفسهم يفتخرون بأن أجدادهم وآباءهم كانوا عملاء كانوا عبيدا عند العباسيين عند قتلة الأئمة هذا هو واقعنا هذا هو تاريخنا نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا, وعليا وفاطمة, وفاطمه فمكثوا الف, داحت ألف داحت ثم خلق جميع الاشياء, الأشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها أمور اليهم فهم يحلون ما يشاءون, ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء, يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد قضية أخرى مهمة تحدثنا عن دهاء العباسيين وهذه حدثت زمان مرجعية السيد المرتضى الشريف المرتضى المذاهب الدينية الاسلامية كانت كثيرة اتحدث عن مذاهب السنه عن مذاهب المخالفين هذه التسميه تسميه السنه جاءت متاخره مذاهب الجمهور كانت المذاهب كثيره لماذا انحصرت بالمذاهب الاربعه المعروفه الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي لماذا انحصرت بهذه المذاهب الحكومه العباسيه وضعت قانونا قالت المذهب الذي يدفع اتباعه مقدارا من المال حددوه بحسب سعه المذهب بحسب الامكانات الماليه المتوفره عند زعماء ذلك المذهب وضعوا قانون المذهب الذي يسدد للدوله الرسوم والضرائب التي افترضوها عليه سيكون معترفا به من قبل الدوله العباسيه بنحو شرعي ورسمي والدوله مسؤوله عن حمايته وحمايه مؤسساته وحمايه شانه اتباع هذه المذاهب الاربعه دفعوا الاموال فتكفلت الدوله العباسيه بحمايتهم وبتوفير التسهيلات لهم واعطتهم عنوانا رسميا شرعيا من قبل الدوله الحاكمه اعطتهم الاجازه الكامله بقيه المذاهب اتحدث عن المذاهب السنيه عن المذاهب الناصبيه البعض منهم رفضوا هذه الفكره البعض منهم لا يملكون اموالا البعض منهم كانوا كثيرين قالوا نحن في غنى عن الحكومه وتاييدها انقرضت كل تلك المذاهب هناك مذاهب كبيره انقرضت انتهت هناك مذاهب اكبر من هذه المذاهب في الوقت الذي دفعت هذه المذاهب الاربعه الاموال لكنها انقرضت لان الحكومه لم توفر لها المكانه الرسميه والحمايه الرسميه الحكومه عرضت على المرتضى في وقته ان يدفع عن الشيعه كي يكون المذهب الشيعي مذهبا رسميا الحكومه العباسيه كانت لا تمانع منهجها اعتزالي والمرتضى كان عبدا من عبيدها والطوسي المرجعيه القادمه له وهو عبد من عبيدها ايضا فلماذا تخشى من الشيعه المرتضى كان غنيا يقولون هكذا من ان المرتضى في كتبنا في كتب علمائنا من ان المرتضى هيا نصفا من المبلغ ولم يكن يمتلك المبلغ كله وطالب الشيعه بتسديد نصف المبلغ المتبقي ومن ان الشيعه قصرت في ذلك وانتهى الامر في الحقيقة المرتضى كان بخيلا جدا ليس كأخيه الرضي الرضي كان جوادا كريما المرتضى كان بخيلا وهذا هو شأن المراجع لأن الرضي لم يكن مرجعا كان رجلا اجتماعيا سياسيا كان شاعرا أديبا كان مهتما بالوصول إلى منصب في الدوله ولذا اشغلوه بنقابه الطالبيين ساعود للحديث عنه ادخلوه في برنامجهم واسكتوه يبدو انه كان على علاقه بالدوله الفاطميه وكان الصراع على اوجه ما بين الدوله الفاطميه في مصر والدوله العباسيه في بغداد بالضبط كالصراع الذي كان ايام الحرب البارده بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحده الامريكيه الامثله تضرب ولا تقاس مثلما كان الصراع ما بين الدوله العثمانيه والفرنسيين والبريطانيين أيام قوة الدولة العثمانية مثلما هو الصراع الآن ما بين إيران والأمريكان، ما بين إيران والسعودية كان الصراع محتدما جدا ما بين الفاطميين في مصر والعباسيين في بغداد الشريف الرضي كان على علاقة بالفاطميين كما يبدو العباسيون اسكتوه وتخلصوا منه جعلوه نقيبا للطالبيين بعد وفاة ابيه اعود الى قضية دفع الاموال عن المذهب الشيعي الموجود في الكتب هو هذا من ان المرتضى هيأ نصف الاموال وطالب الشيعه الشيعه قصروا وانتهت المده وانتهت مرجعيه المرتضى ولم تعترف الدوله العباسيه بالمذهب الشيعي صحيح ان المرتضى كان بخيلا وكان بخيلا جدا لكنه لو طالب الشيعة فإن شيعة ستدفع الأموال أنا لا أعتقد بهذا هذا ظني هذا ظني، الذي اعتقده من أن المرتضى ما أراد للشيعة أن يحصلوا على حرية كاملة وعلى اعتراف رسمي من الدولة العباسية أراد لهم أن يبقوا تحت سلطته أن يحافظ على حالتهم الديخية لأنه كان ذكيا وكان يعلم لو أن الشيعة نالوا حرية بمرور الوقت فإنهم سيرفضون المؤسسة الدينية الشيعية التي تستعبدهم وتركب على ظهورهم هذا الأمر لا بد أن تعرفوه ليس خاصا بالشيعة الحركات اليهودية المتعصبة في فلسطين ترفض الدولة اليهودية لماذا يقولون هذه الدولة ستؤدي بما تقوم به للقضاء على الدين اليهودي لان اليهود سيتركون الالتزام بدينهم ولن يتمسكوا بعلمائهم بالحاخامات وهذا فعلا جرى في الدوله اليهوديه حينما صار الحكم ديمقراطيا وحينما صار الحديث عن علمانيه في التنظيمات السياسيه التي تحكم البلاد فهؤلاء رجال الدين اليهود يريدون لليهود ان يبقوا تحت خيمتهم لأنهم يعلمون إذا ما فسح المجال لليهود فربما يعترضون على المؤسسة الحاخامية وهذا قد حدث فهناك من رجال اليهود من رجال الدين من بدأوا يتسربون إلى أوروبا يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تطلعوا على ذلك واخذوا يرفضون المؤسسه الدينيه الحاخاميه حكايه لها تفصيلها الامر هو هو الامر هو هو في جماعه الاخوان المسلمين هناك تيار موجود وليس اليوم منذ ايام حسن البنا منذ ايام ذلك المجرم الارهابي حسن البنا الا لعنه الله عليه هناك تيار موجود داخل جماعه الاخوان يطالب بعدم تسلم الاخوان وتسلم الاخوان للحكم في اي بلد من البلدان وهم موجودون قد يكونون قله قد يكونون كثره هذا شان اخر اتحدث عن طريقه تفكيرهم يقولون من ان جماعه الاخوان لن تحافظ على بريقها الا ان تكون مظلومه ان يكون جزء منها في الحبوس فإذا كان جزء من هذه الجماعة في الحبوس فإننا نستطيع أن نجني الأموال الكثيرة ونستطيع أن ننتشر بين الناس في الخفاء وأن وأن وهذا هو ربيعنا ربيع الإخوان المسلمين ماذا نصنع بالحكم؟ دعونا في مواجهة مع الحاكمين كي ننتشر وكي نتسع وفعلا هو هذا احد اسرار اتساعهم. لماذا انتشروا واتسعوا في كل مكان؟ تلاحظون انهم في التجارب التي وصلوا فيها الى الحكم فشلوا وانقلب الناس عليهم. والتجارب امام اعيننا. هذا الفكر موجود في النجف حينما عرضوا على ابي الحسن الاصفهاني وغيره. من المراجع كي نطور الحوزه كي ننظمها رفضوا ذلك لانهم يعلمون اذا ما دخل التطور ودخل التنظيم واعطيت الحريه للناس فانهم سيجدون مجالا ان يفكروا وهم لا يريدون ذلك ومن هنا قال كلمته المشهوره ابو الحسن الاصفهاني تنظيم الحوزه لا تنظيمها هم يعدونها في مناقبه وهو غباء في اعلى درجات الغباء تنظيم الحوزه لا تنظيمها ما هذا الهراء تسطير كلام خندي وهذا الكلام ينقل عنه وينقل عن غيره من المراجع الا تلاحظون أن الأحزاب الدينية الشيعية قبل أن تستلم الحكم كانت مقدسة في نظر الشيعة. وصارت عنوانا للفساد بعد أن وصلت للحكم. والحال هو هو مع العمائم. والحال هو هو مع المرجعيات الدينية. أعتقد أن المرتضى وكان ذكيا جدا. لم يتحرك بهذا الاتجاه مع علاقته الخاصه جدا بالخليفه العباسي كان بامكانه ان يطلب من الخليفه العباسي من دون اموال وانما الخليفه العباسي هو الذي يضع الاموال باسم الشيعه كان بامكانه ان يفعل ذلك لان الخليفه العباسي قد جعله نقيب الطالبيين وقاضي القضاه وامير الحاج ومتولي ديوان المظالم وفتح له الخزائن العباسيه على مصارع ابوابها كان مدللا الخليفه العباسي هو الذي منحه هذا اللقب علم الهدى على ان الوزير العباسي راى امير المؤمنين في المنام ولقب له الشريف المرتضى لقبه بعلم الهدى وعلى هذا الاساس فان الخليفه العباسي اصدر امرا رسميا باعطائه هذا اللقب علم الهدى لقب من الخليفه العباسي يضحكون علينا يقولون لنا إن أمير المؤمنين لقبه بذلك. الوزير العباسي يقول من أنه رأى ذلك في المنام فمن قال إن الوزير العباسي كان صادقا؟ إنها جزء من لعبة العباسيين منحوه الوظائف وأعطوه الأموال ولقبوه بالألقاب كي يصبح عبدا من عبيدهم. وكي ينفذ برامجهم كما يريدون وبعد ذلك تنتقل المرجعية إلى طوسي كي ينفذ برنامج الضلال كي يحول الشيعة إلى شوافع معتزلة العباسيون فقها كانوا يعملون بمذهب الشوافع وعقائدا كانوا يعملون بمذهب المعتزلة وهذا هو الذي عليه حال الشيعة الآن انه برنامج العباسيين الذي طبقه الطوسي في النجف هذه هي الحقيقه التي حدثت نذهب الى فاصل عن الحكم بن عيينه قال لما قتل امير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله اباءهم ولا اجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في اخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. مرجعيه المرتضى بدات سنه 413 بعد وفاه المفيد. وتوفي المرتضى سنه 436 للهجره. المرتضى صار نقيبا للطالبيين بعد وفاه اخيه الشريف الرضي، وهذا مصطلح الشريف يعني الرفيق، هذا مصطلح مذموم لكننا نحن الان نذكره باجلال وتكريم. في اي ايه من الكتاب الكريم او في اي روايه في اي زياره من زياراتهم يلقبون انفسهم أو يلقبون الهاشميين بهذا اللقب هم أشرف الشرف وهم سادة الشرفاء وهم الشرف كله لكنني أتحدث عن عناوين عن مصطلحات هذا المصطلح لم يستعمله محمد وآل محمد من رسول الله صلى الله عليه واله الى قائم ال محمد ولم تستعمله الشيعه اصلا على طول زمان الغيبه الاولى وحتى في بدايات الغيبه الثانيه وانما استعمل هذا في الجو الشيعي بسبب الشريف الرضي وشريف المرتضى العباسيون يستعملونه الذين عينوهم من الطالبيين نقباء للطالبيين كانوا يقولون لهم الشريف فلان لأنه عميل عند العباسيين نقيب الطالبيين هو عميل عند العباسيين واي شخص من الطالبيين يريد الاعتراض على حكومه بني العباس هو الذي يؤدبه ويقيم عليه الحد. ادبوا الطالبيين بالطالبيين. وجعلوا صراع فيما بينهم. هذا هو الذي فعله العباسيون بالضبط مثل ما عندنا في العراق مختار المحل ايام صدام. وسيله قذره لايذاء ومراقبه ابناء المحله هذا هو مختار المحله عميل قذر عند البعثيين نقيب الطالبين هو هذا عميل قذر وسخ عند العباسيين من الاخر فهذا اللقب الشريف يعني الرفيق الشريف الرضي يعني الرفيق والشريف المرتضى يعني الرفيق هذا اللقب لا يوجد لا في كتاب الله ولا في روايات اهل البيت ولا في زياراتهم من زمان رسول الله الى زمن القائم لا يوجد هذا اللقب وعلى طول زمان الغيبه الاولى إلى سنة 329 لا يوجد هذا اللقب في ثقافتنا ومن بداية الغيبة إلى زمان والدي الشريف الرضي والشريف المرتضى أبوهما صار نقيبا للطالبيين أبوهما هو الحسين ابن موسى يعود نسبه الى امامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه والد الشريف الرضي والشريف المرتضى هو السيد ابو احمد الحسين بن موسى معروف بالشريف ابي احمد انه نقيب الطالبيين لكنه لم يكن يرتدي ملابس العباسيين والعباسيون رضوا من أن يكون نقيبا للطالبيين أن ينفذ برنامجهم بعد أن توفي الشريف أبو أحمد الحسين ابن موسى الطالبي الموسوي انتقلت نقابة الطالبيين إلى ولده محمد الذي لقب بالشريف الرضي من قبل الحكومة العباسية لقب بالشريف يعني الرفيق فصار رفيقا وعميلا للحكومة العباسية سنة أربعمية وثلاثة للهجرة أيام مرجعية المفيد قلنا من أن المفيد توفي سنة 413 الشريف الرضي الرفيق الرضي صار نقيبا للطالبيين بعد وفاة أبيه سنة 403 للهجرة وهو أول طالبيين يلبس العمامة العباسية السوداء التي هي من دون حنكين، التي يلبسها السيستاني الآن وسائر مراجع الشيعة. هذه العمامة التي بهذا الشكل ملعونة عند أهل البيت. والذي يلبسها لا يأمن على نفسه أن يصاب بالداء الذي لا دواء له. هذه روايات أهل البيت. روايات اهل البيت الذي يلبس العمامه العباسيه يعني العمامه من دون ذؤابتين فإنه لا يؤمن عليه ان يصاب بالداء الذي لا دواء له لو سألنا اهل البيت يا اهل البيت يا باقر العلو يا صادق العتره ما هو هذا الداء الذي لا دواء له يقولون هناك داءان في رواياتهم هناك داءان لا دواء لهما الداء الاول النصب العداء لمحمد وال محمد والداء الثاني الحماقه انه الجهل المركب هذا الذي يقول عنه عيسى انني احييت الموتى وجعلت الاعمى مبصرا و ولكنني عجزت عن علاج الاحماق الاحماق هو الجاهل المركب الذي يجهل ويجهل انه يجهل وهذه ابرز صفه في المعمم المعمم حمار وهو يرى نفسه انه اعلم الخلق المعمم حمار حمار وهو يرى نفسه أنه أعلم الناس هذه أبرز صفة في المعمم هذه أحاديث العترة العمامة من دون ذؤابتين وهي العمامة العباسية التي يلبسها مراجع النجف يلبسها السيستاني وبشير النجفي يلبسها الخوئي ومحمد باقر الصدر وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وباقر الإيرواني و, و, و الجميع يلبسونها هذه العمامه العباسيه اللعينه من دون ذؤابتين لعنتها اين تظهر؟ في ان الذي يلبسها لا يؤمن عليه ان يصاب بداء لا دواء له، ما هو هذا الداء الذي لا دواء له؟ نوعان من الداء النصب والحماقه الجهل المرك إياك إياك ومصاحبة الأحمق لماذا؟ لأنه يريد أن ينفعك فيضرك يتوقع أن النفع في هذا الضرر هو لا يعرفه ضرر جاهل بالجهل المركب هذا واقع المرجعية الشيعية وواقع العمامة الشيعية على أي حال الشريف الرضي اول طالبي بل اول شيعي لبس العمامه العباسيه السوداء ولبس الثياب السوداء انها الثياب الرسميه الزيتوني الزيتوني ايام صدام شنو كانوا يلبسون الرفاق الزيتوني الشريف الرضي لبس الزيتوني لبس الاسود لبس الاسمراني كان الزيتوني بزمان العباسيين لبس لباس ابو سامرة لبس الاسود بقي نقيبا للطالبيين الى ان توفي توفي سريعا هل توفي بشكل طبيعي ام انهم سمموه أنا لا أملك دليلاً لكنني أعتقد أن العباسيين سمموه قتلوه بطريقة وبأخرى خنقوه سمموه لماذا؟ لأن الشريف الرضي لم يكن شخصية سهلة حتى وإن استعبدوه بين جوانحه طموح طموح وكان جريئا جريئا الى حد بعيد وله نقاشات مع العباسيين لا اجد وقتا لذكرها حتى حينما سأله الخليفه العباسي مره قال هل تشم رائحه الخلافه يعني هل انك طامع فيها قال لا انا اشم رائحه النبوه يريد ان يقول له من ان نسبي يعود الى نسب النبوه ونحن الاحق على أي حال الشريف الرضي سنة أربعمية وستة توفي هم يبحثون عن شخصية هادئة إنه المرتضى الأمر هو هو الذي فعله صدام بعد وفاه محسن الحكيم بعد وفاه محسن الحكيم كان صدام يتناقش مع الاشخاص الذين لهم خبره في اجواء النجف وفي اجواء المرجعيه وهم من الشيعه فكانوا يتداولون الحديث من الذي ندعمه للمرجعيه البعض منهم طرح اسم محمد الحسني البغدادي سيد محمد الحسني البغدادي وقالوا لصدام هذا عراقي وعربي وعنده نفس قومي عربي لا علاقة له بإيران لأنهم يعرفون أن صدام يبغض إيران والإيرانيين هو الذي يقول لو كان إصبعي فارسيا لقطعته هذه قولة معروفة لصدام فقالوا له هذا ليس إيرانيا مثل ما كان محسن الحكيم على علاقة وثيقة بالشاه هذا ليس ايرانيا هذا عراقي عربي نفسه عربي عنده ميل للقوميه العربيه وهو على عداء شديد مع محسن الحكيم باعتبار ان مشكله الانقلاب الذي اشترك فيه مهدي الحكيم حكايه لها تفصيلها في زمانها لا اريد ان أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة فكان صدام متنفرا من الحكيم ومرجعيته ومن أولاد الحكيم راغبا في مرجعية تكون منافرة للحكيم ومنافرة للشاه فطرحوا هذا الاسم سيد محمد الحسن البغدادي رفض صدام ذلك طرحوا اسم الخميني وقالوا له هذا عدو للحكيم مضاد للحكيم وآل الحكيم أعداؤه وهذا عدو للشاه والشاه عدوه وهو يحتاجنا يحتاج الحكومة العراقية لأنه منفي إلى العراق فقال لا أتعلمون لماذا لماذا رفض محمد الحسن البغدادي ولماذا رفض الخميني رفض الخميني لأنه كان شجاعا ورفض محمد الحسن البغدادي لأنه لم يكن جبانا واختار الخوئي قال لا يوجد اجبن من هذا نحن نختار المرجع الجبان فاذا ما ذهب اليه شرطي من قبلنا فانه سياتمر باوامر الشرطي وفعلا هذا هو الذي كان عليه الخوئي الشريف الرضي كان جريئا كان مقداما برغم انه صار عبدا من عبيدهم لكن الشجاعه كانت تجري في عروقه اما المرتضى لم يكن كذلك كان بخيلا والبخيل يكون طماعا ومن هنا اغدق عليه بالمناصب والاموال ووصلوا الى مرادهم وقت الحلقه صار طويلا ولم اصل الى مقصدي غدا نكمل الحديث الحكايه خطيره خطيره جدا غدا نكمل الحديث اسالكم الدعاء جميعا في امان الله